مشاهدينا، بحث زعماء وأكبر 20 اقتصادا في العالم وعلى مدى يومين كيفية التعامل مع جائحة كورونا غير المسبوقة، بالإضافة إلى كيفية إدارة التعافي منها فور السيطرة على الوباء. وتصدر جدول أعمال القمة عمليات الشراء والتوزيع العالمي للقاحات والأدوية والاختبارات بالدول منخفضة الدخل التي لا تستطيع تحمل هذه النفقات وحدها. وحث الاتحاد الأوروبي مجموعة العشرين على استثمار 4.5 مليار دولار للمساعدة. وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن مجموعة العشرين ستقوم بتوزيع 2 مليار جرعة من لقاح كورونا على العالم. وأضافت ميركل على هامش قمة القادة لمجموعة العشرين اليوم بشأن تعزيز التأهب للجوائح إن الاستجابة العالمية لمكافحة كورونا ضرورية. من جهته قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن اللقاح ضد فيروس كورونا سيكون متوفرا قبل نهاية العام. مشاهدينا، للمزيد أرحب بضيفي عبر سكايب من فيينا دكتور ياسر صابر، استشاري تكنولوجيا صناعة الدواء والصيدلة الحيوية. أرحب بك دكتور ياسر. من خلال متابعة قمة العشرين، هل تبين بأن هناك تنسيقا عالميا وتعاونا بين الدول الأقوى فيما يخص توزيع لقاحات كورونا؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله أخي الكريم والسادة المشاهدين. بخصوص جائحة كورونا والقمة العشرين، يعني ربما قبل أن نجيب على السؤال دعنا نذكر بأن قمة العشرين أو الدول التي تمثلها مجموعة العشرين الجي 20 هي تمثل تقريبا ثلثي الإصابات في العالم وثلثي الوفيات أصلا أيضا في العالم. يعني عندنا تقريبا 70.3% من مجموع الوفيات في العالم هي توجد في هذه الدول، و69% مجموع الإصابات من 58 مليون وشوية اللي أصابهم كوفيد 19 إلى الآن. ما يتعلق الآن بالتعاون بين هذه الدول، لأنهم تحدثوا عن توفير 2 مليار جرعة حتى تكون جاهزة مع العام القادم 2021 حتى يتم القضاء على هذه الجائحة. من بداية الجائحة إلى الآن أساساً لم يوجد هناك تعاون على المستوى المطلوب بين دول الاتحاد الأوروبي نفسها، يعني هي تعتبر تمثل دولة واحدة، ومع ذلك فقد هذا التعاون. هناك كثير من الساسة وحتى العلماء في مجال البحث العلمي اشتكوا بشكل كبير جدا من مسألة عدم وجود تعاون. والآن هناك تعاون من بداية الجائحة إلى الآن على مستوى العالم بشكل مطلوب، لربما توصل إلى علاج أو نقول إلى تطعيم سريع إلى جائحة كورونا. كيف يكون الآن التنسيق بين هذه الدول العشرين أو المجموعة العشرين في توزيع هذا التطعيم على سكان العالم الفقير منها والغني؟ يعني أنا أشكك في أن هناك إجراءات بالفعل جدية بينهم تنظم آلية أو هيكلية للحصول على هذا التطعيم. المسألة كلها تخص كل دولة بعينها، كيف نحصل على هذا التطعيم وكيف يمكن أن نقي فيه شعوبنا ونحل المشكلة الاقتصادية التي تفاقمت منذ أن بدأت هذه الأزمة. طيب، أنت أشرت إلى أنه ثلثي الإصابات والوفيات بكورونا هي ضمن هذه الدول العشرين، وهناك بضع دول من هذه الدول هي من تتسابق وتحتكر السباق على إنتاج هذا اللقاح. كيف نفهم هذه المعادلة؟ بطبيعة الحال يعني الشركات الأدوية النشطة في هذا المجال هي بطبيعة الحال توجد في هذه الدول. يعني الشركة الرائدة الآن في تقديم أول تطعيم الآن لكوفيد 19 هي شركة بايونتك، وهي موجودة في ماينز في ألمانيا بعد ما تعاونت مع شركة فايزر لإنتاج هذا اللقاح، تعتبر هي رقم واحد حاليا. ثم ثلاثة الآن شركة موديرنا الأمريكية بتقديم لقاح أيضا مشابه، والشركتين عندهم الاستعداد الآن قبل نهاية هذا العام تقديم أول جرعات، ربما 50 مليون جرعة عندهم استعداد لتقديمها حتى الآن. أوروبا مركزة بشكل كبير جدا على مسألة بايوتنك وشركة فايزر اللي هو اللقاح اللي احنا سمعنا عنه من قبل وتحدثوا عن فعالية تصل إلى 95%. فبطبيعة الحال هي الشركات التي تعمل هي شركات، وإن كانت شركات عالمية ولكنها بتعمل بشكل أساسي في هذه الدول. هذا واقع حال، يعني لا نستطيع تغييره الآن أو بناء على ذلك يعني نغير خريطة توزيع التطعيمات. هل تعتقد بأن هناك إرادة حقيقية بالفعل في توزيع هذه اللقاحات عندما تنتج وتصبح جاهزة
في توزيع هذه اللقاحات على الدول الفقيرة حول العالم؟ هو مسألة الجائحة كورونا هي تصيب العالم كله، يعني حتى لا تأثر دولة من دول العالم تعزل نفسها عن بقية العالم، فيجب هذا يعني يوجد حرص عند الجميع أن تنتهي هذه الجائحة عالميا، يعني لا يمكن أن يكون هناك عقل يفكر في كيف أنهي الجائحة هذه في بلدي ثم على الحدود يوجد هذا الفيروس أو ينتشر هذا الفيروس، فهذا ليس قضاء على الفيروس عالميا، لذلك يجب أساسا أن تتكتف كل الجهود عالميا حتى يتم توزيع هذا اللقاح على العالم كله. طبعا هذا كله يسبق الآن كفاءة هذه اللقاحات، وإن كانت تحدث عنها الآن بشكل مبدئي أنها فيها كفاءة عالية، لكن الأيام القادمة القليلة القادمة وربما أول شهور للتطبيق ستبين بشكل كبير يعني دقة هذه المعلومات بالفعل هي صحيحة يمكن أن نعتمد عليها، وما هي مدى فعالية هذه التطعيمات، هل بالفعل ستحل المشكلة أم أننا سنستمر في الرئيس الفرنسي يتحدث عن أنه ستكون لقاحات جاهزة قبل نهاية هذا العام، هل تعتقد بأنه هذا يعني موعد حقيقي فعلا؟ الشركة انتهت من تصنيع اللقاح وجهز على التصنيع اللي هي شركة الآن فايزر مع بايوتنيك، والشركتين جاهزين الآن لتقديم 50 مليون جرعة الآن قبل نهاية العام. هذا بالفعل قدم يوم الجمعة الماضية من يومين الآن طلب ترخيص طوارئ للـ FDA في اللي هو هيئة الدواء والغذاء الأمريكية، حتى إذا صرحت بيسا يمكن الآن لفايزر أن تبدأ بتوزيع هذا اللقاح، فهي شركة أعلنت جاهزيتها الآن لـ50 مليون جرعة لتوزيعها، لكن هناك مشاكل طبعا لوجستية في نقل هذا اللقاح إلى الآن لم تحل بشكل سليم. ولكن ألمانيا تتحدث عن 2 مليار جرعة ستحصل عليها سريعا جدا، كيف سيكون ذلك؟ ألمانيا تحدثت في قمة الـ20، ميركل تحدثت عن أنه سيعمل مجموعة الـ20 جاهدة على توفير 2 مليار لقاح للعالم كله، لكن طبعا ليس هذا الموضوع في نهاية العام هذا. الشركة المنتجة نفسها فايزر تحدثت عن جاهزيتها لتوفير الآن 50 مليون جرعة، أما بداية العام القادم 2021 جاهزة على إنتاج 1.3 مليار جرعة. هذه جاهزة الشركة للإنتاج الآن حاليا، تحدث عن بناء عن قدراتها الإنتاجية، لكن اللي يعني تحدث عنها ميركل حتى يكون هذا هدف لمجموعة الـ20 أن يتم إنتاجها بالفعل وتوزيعها على دول العالم. يعني رغم الآمال الكبيرة حول توفر اللقاح للجميع، إلا أن الجميع يتحدث عن شتاء عصيب في العام القادم عام 2021، لماذا برأيك؟ هناك كثير جدا من المعلومات عن فيروس كورونا إلى الآن، يعني لا نستطيع أن نقول أنه بالفعل تم حل شفرة الفيروس بنسبة 100%، لا أقصد الآن الشفرة الجينية الآن التركيب الجيني، فهذا أصبحت معروفة، ولكن تطور المرض، هل الوقاية من المرض الآن حاليا بتطعيم أو بدواء الآن يمكن أن تقضى عليه بنسبة 100% أم تعود؟ لأن اللقاحات هذه المقدمة الآن حاليا لا يمكن أن أحد يتحدث الآن عن كفاءتها مدة طويلة، يعني الدراسات التي أجرت عليها ربما لا تتجاوز 30 أو 43 ألف من العينات التي تمت يعني اعطاء هذا اللقاح مع المجموعات المقارنه او الموازيه، لا يمكن الان التحدث الان عن مناعه الان تزيد عن عام او اكثر، لان نفس المعلومات التي تم تجربتها الان لم تتعدى الان في وقت زمني 6 أشهر. الان هذه كلها معلومات يعني ستتضح مع الوقت الان ما هي فعاليه هذه الادويه. هناك الى الان ربما 187 مشروع لانتاج لقاح للكوفيد 19 الآن ربما جاهز منهم الآن 2 أو 3 على آخر هذا العام، فهذا الموضوع ما زال فيه طبعا أسئلة كثيرة جدا تحتاج إلى أن يجاب عليها، ليس فقط من أهل التخصص ولا أهل العلم، ولكن من بعد الاستمرار تجربة الدراسات الإكلينيكية الثالثة أو ربما الرابعة بعد ما تم تجربته على عدد كبير جدا من الذين تعطوه. البعض يرى دكتور ياسر، البعض يرى بأنه انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية ساهم في هذا التخبط الدولي في التعاطي مع فيروس كورونا. اليوم بخسارة ترامب وفوز بايدن، إذا ما عادت الولايات المتحدة إلى منظمة الصحة العالمية، هل سيساهم ذلك في التعاطي بشكل أفضل مع هذا الوباء برأيك؟ دعنا نتحدث الآن عن منظمة الصحة العالمية في الأعوام الأخيرة، يعني أنا أعتقد أنها فقدت كثير، يعني ليس لها سطوة عالمية الآن، هي ليست دولة،
ليس لها سلطان حتى تفرض أشياء معينة أو تقوم الآن بتبني سياسة صحية في مستوى العالم. هي يعني لا تزيد عن كونها تقدم الآن الإرشادات الصحية، تقدم الآن معلومات إلى غير ذلك. انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية وعدم ضخ الحصة الأمريكية في تمويل منظمة الصحة العالمية ليس له تأثير مباشر على إنتاج اللقاحات أو حتى الأدوية التي تعالج كوفيد-19. لماذا؟ لأن هذه مشاريع تقوم عليها شركات عملاقة، شركات يعني عالمية عندها ما يكفيها من الميزانيات أن تطور نفسها، وهذا أيضا يحقق لها ربح كثير، فهي عندها أهمية أن تقوم بتطوير هذه الأشياء. هناك دول يعني تقف خلف ألمانيا تدعم هذه الشركات إلى حد ما بسبب هذه الجائحة. لذلك أنا لا أظن أن انسحاب ترامب من منظمة الصحة العالمية كان له أثر كبير جدا على تطوير اللقاحات أو الأدوية لعلاج كوفيد-19. أنا في لقاء سابق من قبل تحدثت على سبب آخر غير هذا، هو الذي يؤجل دائما ويؤخر في تطوير الأدوية واللقاحات في مثل هذه الأمراض، وهو النظرة الرأسمالية النفعية التي تسيطر بشكل كبير جدا الآن على فلسفة البحث العلمي، والتي تجعل هناك أساسا عدم ترابط بين المراكز البحثية في العالم من شرقه إلى غربه، فلأن هناك تواصل علمي بالفعل بين شرق الكرة الأرضية وغربها بشكل سريع جدا. ربما في خلال 4 إلى 5 أسابيع كنا يعني استطعنا أن نقدم الحلول الأولى لجائحة كورونا بشكل بالفعل فعال، ولكن الكل الآن يهمه الآن تحقيق الربح المادي المنفعة الشخصية، فأصبحت الدول تتعامل مع هذه الجائحة بشكل فردي لا يتعدى حدودها الوطنية، والأبحاث العلمية أيضا أصبحت منفصلة عن بعض البعض. ربما تحت وطأة كورونا بدأ تغيير جزئي في هذه المسألة، لكن الفلسفة نفسها موجودة ولم تنتهي بعد. أشكرك جزيلا دكتور ياسر صابر، استشاري تكنولوجيا صناعة الدواء والصيدلة الحيوية، كنت معي عبر سكايب من فيينا.